نلا وأن إلي راجعون والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب يا مظلوم كربلاء ما خاب والله والله من تمسك بكم وأمن من لجأ والتجأ إليكم سادتي يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيم يا دوحة المجد من فهرين ومن مضرين قد جف ماء الصبا من غصنك نظري يا نجلة الحي من عمر العلا وحما ذمار سؤددها في البدو والحضر يا درة غادرت أصدافها فعلت حتى غلت عن سائرين حتى غلت ثمنا عن سائرين درري لابن الزكي ألا يا مقلة فجري من الدموع دمايا يا مقلة فجري خضاب الدم والنبل النثار وقد زفته أعداه بالبيض والسمر فاغتال مفرقه والأزدي بمرأفه أيوا قاسما فاغتال بمرهفه فاغتاله الأزدي بمرهفه فخر ولكن بخد منه منعفر يا سعد الله قلب الصبط ينظره
فردي ولم يبلغ العشرين في العمر يا سعد الله قلب أبي عبد الله الحسين بعد ويا سعد الله قلب سكينة ترى عريسا في يوم عرسها مخضبا بدمه مقطعا إربا إربا يا رحم الله من نادى وقاسما أيوا شبابا أنا منادين وحسينا طلعت سكينة تجذبين ولا خفيا نادي الجاسم بدليت عرس بعزية وحسينا وإماما طلعت سكينة تجذبين ولا خفيا نادي الجاسم بدليت عرس بعزية شافت أبوها ينتحب وينوح يما صرخة صاحت يا عريس لق الشر علي وقلب الشهيد حسين ذايب من بجاها نادي يا جاسم ليش متوسد ثرى محسر يا ابن عمي على الدنيا وهواها وخرت عليهم وعبرت هجري إيه عريس يا ابني وللمقابر زاف إيه شباب حق الشباب على الشباب عريس وللمقابر زاف صار فرد ساعز فافك والمنية وخرت عليهم وعبرتها جرية وام الشهيد يقول ذوبتو فادي مفجوع من فقد اخوتي وذبحت اولادي وهذا العساكر حايطه يا الولد بي وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين قال إمامنا الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه استعد لسفرك وحصل زادك قبل حلول أجلك واعلم أنك تطلب الدنيا والموت يا
يطلبوك، ولا تحمل هم يومك الذي لم يأتي على يومك الذي أنت فيه، واعلم أن الدنيا في حلالها حساب وفي حرامها عقاب، وفي الشبهات عتاب، فأنزل الدنيا بمنزلة الميتة، خذ منها يا ما يكفيك. طيب وفاكم والصلاة على محمد وآل محمد. صلي وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صلي وسلم على محمد وآل محمد. الخوف من الموت له سببان، اللي يخلي الإنسان يخاف من الموت أحد سببين أو كلاهما. السبب الأول اللي يخلي الإنسان يخاف من الموت تفسير الموت بمعنى الفناء والعدم. لاحظ أهل الاختصاص يقولون بأن الموجود يتآلف مع الموجود، الموجود يتآلف مع الموجود الآخر، لأن بين الموجود والموجود الآخر علاقة ارتباط صنخية حسب تعبيرهم. ولكن لا يمكن أن يتآلف العدم مع الوجود في يوم من الأيام، لأن الوجود شيء والعدم شيء آخر، ليس بينهما ارتباط، ليس بينهما صنخية، ليس بينهما علاقة. ولذلك نحن كموجودين نشعر بأننا غرباء على العدم، شيء طبيعي نخاف منه. إذا فسرنا الموت بمعنى الفناء والعدم نخاف منه. ولكن إذا اعتبرنا الموت بداية لحياة جديدة وبداية لحياة خالدة ونافذة تفتح لنا على عالم كبير وعلى عالم عظيم وعلى عالم جميل، ها؟ عند ذلك لا نخاف الموت، بالعكس نسعد بالموت ونخطو نحوه بثبات. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه عندما عممه ابن ملجم عليه اللعنة بالسيف ماذا قال؟ قال فزت ورب الكعبة. يعني الموت عند علي بن أبي طالب فوز وسعادة وشكل وخلاص من هذا العالم الضيق إلى العالم الأرحب إلى العالم الأوسع إلى جنة عرضها السماوات والأرض، خلاص من هذا العالم الذي كله ضيق وهموم وغموم ومشاكل. فزت ورب الكعبة. علي الأكبر سلام الله عليه يقول لا نبالي، وقع الموت علينا أم وقعنا عليه. ليش؟ لأنه يتماشى مع نفس نظرية جده علي بن أبي طالب سلام الله عليه، فزت ورب الكعبة، الموت عنده سعادة وفوز. القاسم صلوات الله وسلامه عليه، هذا الشاب الذي لم يبلغ الحلم، يسأله عمه بني كيف ترى الموت عندك؟ قال فيك يا عم أحلى من العسل. شنو يعني فيك؟ يعني لأن الحسين في الواقع هو يمثل الشريعة، يمثل الدين، فأنا عندما أقتل سأقتل في سبيل الله، في سبيل الدين، ففيك يا أبا عبد الله أحلى من العسل. وأي عسل هذا يقارن بما في الجنة؟ ها؟ فزت ورب الكعبة، يعني يتماشى القاسم سلام الله عليه أيضا نفس النظرية، نفس نظرية جده علي بن أبي طالب،
يتماشى معها، يعتبر أن الموت خلاص وراح من هذه الدنيا، والانتقال إلى السعادة الكبرى، إلى جنة عرضها السماوات والأرض. هذا سبب يجعل الإنسان يخاف الموت، تفسير الموت بمعنى الفناء والعدم. زين، أكو سبب آخر يجعل الإنسان يخاف الموت، وهو خوف العقوبة. كثير من الناس، أنا وأن نعرف كثير من الناس، لا يرون في الموت معنى الفناء والعدم، لا يؤمنون بالحياة بعد الموت، ومع ذلك يخافون الموت. ليش؟ لأن صحائف الأعمال اسودت بالذنوب والمعاصي وامتلأت بالباطل، إلى درجة أنهم يخافون العقوبات الأليمة التي يتوقعونها عند الموت وبعد الموت. للأسف امتلأت الصحف بالباطل وامتلأت بالذنوب والمعاصي، امتلأت بالباطل ولم يبقى للحق فيها نصيب، ولم يبقى بين الناس إلا رماد الحق. هذه حكمة يونانية، لم يبقى بين الناس إلا رماد الحق، هي حكمة صحيح، بس يعني هي تنبئ عن واقع. هم يذكرون هذه القصة، قصة خيالية، بس كما قلنا هذه القصة الخيالية تنبئ عن واقع. يقولون بأن يوم من الأيام الحق والباطل ترافقا في رحلة طويلة جدا، صعدوا جبال، نزلوا وديان، قطعوا فيافي، إلى أن وصلوا إلى أطراف قرية من القرى، الحق والباطل. الباطل قال للحق: اذهب وأتنا بشيء من الطعام، جوعانين. امتثل الحق للباطل وذهب إلى تلك القرية، ذهب لهذا اللي يبيع لحم، شاف شوي يزود عظم وشوي يتشحم، قال هذا باطل فتركه. هذا صاير لما صاير؟ صاير في السوق. زين، يمكن هنا أنا معكم صغير مكان هواياكم. على كل، راح لهذا اللي يبيع حليب، شاف شوية يزود فيه ماي، قال هذا باطل فتركه. راح لهذا اللي يبيع فواكه، شاف شوية الحبة الكبيرة يخليها فوق، حبة صغيرة يخليها تحت، أو لا الصاحية فوق تعبانة الخربانة يخليها تحت، قال هذا باطل فتركه. المهم رجع إلى صاحبه، رجع إلى الباطل بخفي حنين، قال ما شفت شيء في هذه المنطقة وفي هذه القرية، كلها باطل، فتركت الكل. الآن الباطل جوعان يريد ياكل، قال للعاد أنت استريح وأنا لحظات وأرجع لك. ذهب الباطل إلى تلك القرية لحظات، ورجع وفرش فت سفرة طويلة عريضة عليها ما لذ وطاب من الأكل، قال للحق كل. الحق قال هذا باطل وأنا ما أكل الباطل. أصر الباطل على الحق، الحق أصر على عدم الأكل، وكلما أصر الباطل على الحق أن يأكل، الحق يرفض أن يأكل، إلى أن عمد غضب الباطل فعمد إلى الحق فقتله. الباطل قتل الحق، اكتفى بقتله، لا، أخذ جثة الحق وأحرقها وحول جسد الحق إلى رماد. أصحاب الحق عند أصحاب جاءوا يبحثون عن، بحثوا قطعوا نفس الطريق اللي قطع الحق، إلى أن وصلوا إلى أطراف هذه القرية، فما رأوا إلا رماد الحق. فماذا قالوا؟ لم يبقى بين الناس إلا رماد الحق. وهذا واقع لمو واقع؟ صحيح لمو صحيح؟ هي قصة خيالية بس تنبئ
عن واقع. للأسف امتلأت الصحف بالباطل والمعاصي والذنوب، مو بس هالشكل، وخليت حتى من العمل الصالح، مو بس امتلأت بالباطل وإنما خليت أيضا من العمل الصالح. الناس صار عندهم أنس بالدنيا ونسوا الآخرة. أنا يمكن عندي استعداد أن أبني بيت قيمته لعله تعادل الملايين، مليون تلو الآخر، لكن عندما نقول أو يقال لي أو يقال لذاك الشخص الذي بنى ذلك القصر أو تلك القصور أو ما أشبه، تعال تبرع مثلا لحسينية أو لمسجد أو ليتيم ب$100 $200، واجد $200. عجبت لمن يسعى لتأسيس دار الفناء، كيف لا يسعى لتأسيس دار القرار؟ الحكيم يقول أنت في هذه الدنيا فانية، في كل يوم ملك ينادي لدوا للموت وابنوا للخراب. البناء الذي بنيته أنت يوم من الأيام سيؤول إلى الخراب، الأولاد اللي جبتهم يوم من الأيام سيموتون. في كل يوم ملك ينادي لدوا للموت وابنوا للخراب. دنيا فانية يومين وتنتهي، أنت تصرف فيها الملايين ودم قلبك عليها ويوم الأيام راح تنتهي. إنزين الله يقول لك أكو دار باقية ما تصرف عليها في شيء بسيط، تخلد أو تبني لك قصرا في الجنة. عجبت لمن يسعى لتأسيس دار الفناء، عجب فعلا واحد يتعجب، عجبت لمن يسعى لتأسيس دار الفناء فانية، كيف لا يسعى لتأسيس دار القرار. أكو فد واحد تبرع لحسينية ب$5,000 سعودي، بعد فترة اجى لأصحاب الحسينية قال يا جماعة ترى أنا محتاج الـ5,000، أريدها، إذا تسمحوا إلي تعطوني وياها. هم رجعوها إليه ما قصروا. صارت مشكلة الأسهم في السعودية اللي كلكم سامعين بيها، خسر $1,200,000. بعدها بأسبوع مو أكثر، هذا هو عجبت لمن يسعى لتأسيس دار الفناء، كيف لا يسعى لتأسيس دار القرار. ويا ليت الذي يسعى للدنيا يجد الراحة فيها، هذا السؤال لابد أن أسأله لنفسي، ها؟ كل واحد يسأل نفسه، يا ليت الذي سعى للدنيا وجد الراحة فيها. ما يخالف واحد سعى للدنيا ولهث ولهث وبعدين ارتاح، مو مشكلة، بس هم يسعى وهم يلهث وهم يركض وهم ماكو راحة، مو هالشكل. يا ليت الذي يسعى للدنيا يجد الراحة فيها. الدنيا في الحديث الشريف الدنيا يومان، يوم لك ويوم عليك، فإن كان لك فلا تمطر وإن كان عليك فلا تحزن. أغنى الأغنياء في ليلة وضحى يصير أفقر الفقراء، وكنا إحنا لعله أو كثير من عندنا أو بعضنا عاشر سوق المناخ في الكويت، وأكثرنا وكلنا عاشرنا سوق الأسهم في السعودية بين ليلة وضحاها، ها؟ تلك الخسائر الكثيرة اللي أدت إلى موت البعض، البعض أمرض، البعض اختل عقله، البعض ما أدري شنو صار فيه، ها؟ ليلة وضحاها. فالدنيا يومان، يوم لك ويوم عليك، يوم في راحة ويوم في هم، هذا إذا أنصفك الدهر، وإلا الدنيا كلها هموم، كلها غموم، كلها مشاكل. الهم في الدنيا مثل الأرجوحة، شايف الأرجوحة يمين ويسار تروح، الهم هالشكل، هم رايح وهم جاي، هم رايح، يعني ما تخلص الدنيا، ما تلحق تخلص من هذا الهم حتى يأتيك الهم الآخر إذا لم يكن أكثر. أرجوحة الهم في دوارة الزمن، الشاعر يمثل هذا المعنى يقول أرجوحة الهم في دوارة الزمن تعذب النفس بالآلام والمحن، وينظر المرء طول الدهر منتظرا لعل من فرج يبدو من الكفن. يقول إذا أكو فرج في الكفن، ولا الدنيا كلها هموم، هذا إذا في فرج بعد
واحد مسكين ينتقل من هالدنيا دنيا الهموم والغموم وينتقل إلى هم أكبر لعله. أبعد الله وإياكم من كل شر. على كل دع الدنيا وزينتها لوغد وجانبها إذا كنت الرشيدا. أترجو الخير من دنيا أهانت حسين الصبط واختارت يزيدا؟ يعني أنت تأمل في هكذا دنيا اللي تختار يزيد ها وتهين الحسين، تتأمل منها خير يوم من الأيام؟ دع الدنيا وزينتها لوغد وجانبها إذا كنت الرشيدا. دع عندك عقل. أترجو الخير من دنيا أهانت حسين الصبط واختارت يزيدا؟ ذو القرنين يوم من الأيام أراد، عندما أراد أن ينتقل إلى العالم الآخر شارف على الموت، أراد أن يخبر أمه بموته، بس تدري قلب الأم ما يتحمل، كيف يقول لها أنا سوف أنتقل إلى العالم الآخر سأموت؟ صعب جدا. قلب الأم رحيم رهيف ما يتحمل، فأخبرها بطريقة فنية، قال لها ادعوا الناس على وجبة الطعام، فدعت الناس على وجبة الطعام، ثم قال لها إذا مدوا أيديهم للأكل قولي لهم اللي يأكل بشرط. شنو الشرط؟ إنه ما يكون عنده هم ولا يكون عنده غم ولا يكون عنده مشكلة. مدوا أيديهم يريد يأكلوا، قالت يا ناس بشرط اللي يريد يأكل ما يصير عنده هم ولا غم ولا مشكلة، ما عنده. الكل رفع ايده. أكو واحد ما عنده هم؟ أكو واحد ما عنده مشكلة؟ قضية وجدانية. إذن فهذه هي الدنيا، دنيا الهموم والغموم، طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار. فإذا رجوت المستحيل فإنما تبني البناء على شفير هار. فإذا كانت الدنيا هكذا يوم لك ويوم عليك، فلماذا التمسك بها؟ هذا سؤال ثاني نسأله هذه الليلة. إذا كانت الدنيا يومان، يوم لك ويوم عليك، وكلها هموم وكلها مشاكل، فلماذا التمسك بها؟ زين. ومن تمسك بها، هذا سؤال ثالث أيضا، ومن تمسك بها أسألك بالله، هل خلد فيها؟ اللي تمسك بها خلد فيها؟ كنا نعيش الربيع العربي، اللي تركت 70 مليار ولا تركت 300 مليار ولا تركت ما أدري إيش قال، اللي تمسك بها خلد فيها أنفني وتحول هيكله الجميل إلى عرفات وإلى تراب. إذا رأيت جنازة محمولة فاعلم بأنك مثلها محمول. كل ابن أنثى وإن طال سلامته يوما على آلة حدباء. إذا رأيت جنازة محمولة فاعلم بأنك مثلها محمول. كل ابن أنثى وإن طال سلامته يوما على آلة حذباء محمول. الإسكندر الكبير اللي يوم من الأيام ملك الدنيا، ما شاء الله كلكم مثقفين وتقرؤون وتعرفون، إسكندر الأكبر ملك يوم من الأيام الدنيا بأكملها. يوم من الأيام الإسكندر مر على صحراء، مر مع جيشه الجرار الضخم، مر على أرض، على أرض صحراء قاحلة ما فيها لا ماء، ما فيها زارع، ما فيها كذا، ما فيها إنسان. فقال لجماعته اصنعوا لي كأسا
أشرب فيه كأسا أشرب فيه الماء حتى أعلم بأنني شربت بكأس لم تختلط أجزاءه بأجزاء بني آدم. وبن آدم مخلوق من تراب، أصنعوا لي كأسا أشرب فيه الماء حتى أعلم وأتيقن بأنني شربت من كأس لم تختلط أجزاؤه ببني البشر. وصنعوا لي كأس وضعوا فيه الماء، أراد أن يشرب. ينقل لنا التاريخ والعهد عليه، فأنطق الباري سبحانه وتعالى الكأس، قال أنا من 26 إسكندر قبلك، أنا من تراب 26 إسكندر قبلك. يعني إجى إسكندر إلى الدنيا وملك العالم، ملك الدنيا ومات وتحول إلى رفات، والرفات تحول إلى زرع، والزرع تحول إلى ثمر، والثمر أكلها الإنسان وتحولت في جوفه إلى نطفة، والنطفة تحولت إلى إسكندر، وملك الدنيا ثم مات وتحول إلى رفات، والرفات تحول، وهكذا. فأنا من 26 إسكندر قبل. لعمرك ليس فوق الأرض باقي، ولا مما قضاه الله باقي، وما للميت إلا قدر باع ولو كانت له أرض العراق. وكم يمضي الفراق بلا لقاء، ولكن لا لقاء بلا فراق. أنت يمكن يصير عندك حبيب وعزيز سنين طويلة ما تشوفه، ما تلتقي معه، ولكن متى ما التقيت معه لا بد أن تفارقه. ملتفت؟ وكم يمضي الفراق بلا لقاء، ولكن لا لقاء بلا فراق. إذن فالخوف من الموت له سببان، أحدهما خوف العقوبة. إن شاء الله نكون ملتزمين إن شاء الله بديننا، بعقيدتنا، بواجباتنا، نترك ما حرم علينا حتى نتخلص من هذا السبب. السبب الثاني والآخر اللي يجعل الإنسان يخاف الموت، قلنا تفسير الموت بمعنى الفناء والعدم، وإحنا إن شاء الله كنا لا نرى في الموت معنى الفناء والعدم، ولكن نرى ونؤمن بالحياة بعد الموت، كالقاسم بن الحسن صلوات الله وسلامه عليهما: بني كيف ترى الموت عندك؟ قال: فيك يا عم أحلى من العسل. بني أتمشي برجلك إلى الموت؟ قال: وكيف يا عم لا أمشي برجلي إلى الموت وأنت بقيت بين الأعداء وحيدا فريدا، لا ناصر لك ولا معين. الذي يرى في الموت بداية لحياة جديدة وحياة خالدة ونافذة تفتح على عالم عظيم لا يخاف الموت، كالقاسم بن الحسن. ولذلك لما سمع القاسم سلام الله عليه ناعية الحسين ينادي: وغربتاه وقلة ناصرا، أما من ناصر ينصرنا، أما من دام يدب عنا، خرج من الخيام مسرعا مناديا: لبيك يا عم لبيك يا حسين. ويا القاسم: لبيك يا إيه. خليك ويا القاسم الليلة ويا الشباب وانت شباب. لبيك يا حسين 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 يا
يا حسين 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 يا خرج القاسم ولا لم يبلغ الحلم لما نظر إليه الحسين سلام الله عليه احتضنه وجعل يبكيان تقول السيرة حتى غشي عليهما فلما أفاق القاسم طلب البراز طلب من عمه البراز والقتال فأبى الحسين سلام الله عليه فقال القاسم عليه السلام عماه لا طاقة لي على البقاء وأنا أرى إخوتي وبني عمومتي مجزرين على الأرض وأراك وحيدا فريدا لا ناصر لك ولا معينا قال الحسين سلام الله عليه يا ابن أخي أنت الوديعة عندي يعني أنت وديعة أخي الحسن أنت أمانة أخي الحسن ولكن القاسم سلام الله عليه أصر على القتال وأصر على البراز ولم يزل يقبل يدي ورجلي عمه الحسين سلام الله عليه حتى أذن له بالقتال والبراز سأله كيف ترى الموت عندك؟ قال فيك أحلى من العسل بني أتمشي برجلك إلى الموت؟ ما تخاف من الموت؟ قال وكيف يا عم لا أمشي برجلي إلى الموت؟ وأنت بقيت بين الأعداء وحيدا فريدا لا ناصر لك ولا معينا روحي لروحك الفداء نفسي لنفسك الوقاء وأذن الحسين عليه السلام للقاسم بالبراز والقتال جاسم هل هلت للخيل واشتد على الخيال سبعين ألف بالميدان بيها الفحل ما بال بزغ من برج صيوانه بدر شبل الحسن شن وراح الخطة الميدان لكن وقف يد شن يخاف القوم ما تعرفه وما تهاب الصغر سن صاحان الحسن عودي من فارس بدر زودي وياه ليوصل حدودي وتسمع كل هذيك القوم ما واحد تدنال رادي طب على الحومة ونادت جاسم الحومة وبهونك لا تطب لي يا ابن الشاي علومة أريد أنصب لك الحوطة عرسك من قرب يوما واسل سمهر جهودي واجلي مرهف حدودي بعرسك يحتي وجودي وكون الدوم مهيوما وصيرا للبدر هال لكن يا بدر عدنان شنه المهر تنطيني قال لها علي طلبين يوم العلا وشوفيني قالت للمهر منك بدم راسك تحنين أجركم الله رجع القاسم إلى عمه الحسين ينادي العطش العطش عما يا حسين أدركني بشربة من الماء تقول الرواية فأعطاه خاتمه قال له ضح في فمك وضعه في فمه وكأنه عين ماء
فارتوى رجع القاسم إلى الخيام وما هي إلا لحظات وإذا بالحسين ينادي أمام الناصر ينصرنا أمام معين يعيننا أمام داب يدب عن حرم رسول الله فخرج القاسم مسرعا مناديا لبيك أبا عبد الله لبيك يا عندك استعداد تلبي النداء يلا ويا القاسم حسين 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 يا أعلى حسين حسين يا ولكن هذه المرة قبل أن يبرز القاسم إلى القتال هذه المرة الحسين سلام الله عليه زف القاسم سلام الله عليه على المسمات له ولا لا احنا ويا الحسين نريد نزف القاسم ما شاء الله الجماعه متهيئين ها وجايبين شموع شايفين الشاب لما يموت قبل عرسه شلون لما يزفوه الى المقبره يودوه الى المقبره يزفوه زف مثل العريس خلوا على جنازته خلقه خضراء زين وايضا شموع واعلام ها احنا الليله ايضا نريد نزف القاسم وانتم ما شاء الله كلكم شباب وحق الشباب على الشباب عريس حنونة نسواي زفون احفظ احفظ عريس حنونة بارك الله فيك نسواي زفون لا تخلي النساء يزفون ها انت اولى به عريس حنو نسوى يزف ما اسمع ما اسمع زفت الشباب عريس حنو نسوى يزف عريس حنو نسواي صاح الصبط حزنان نهضون يا فرسان عريس حنو نسواي أعلى أعلى ما أسمع زفوا الشباب الآن حق زوجة تسكن زفوا الشباب حق زوجة تسكن كبش الكتيبة قوم عاد منها عريس حنو نسوى عريس حنو نسوى زف مهجة المسموم قبل أن يذبحوا زف مؤجة المسموم قبل أن يذبحوا عريس حنو نسواي عريس حنو وينك يا ابو فاضل يا ضغام الباسل وينك يا ابو فاضل يا ضغام الباسل عريس حنونا نسوان
ما أسمع أعلى عريش نسوان هذا مو قابل نسواي زفو غير مقبول هذه الزفة غير مقبولة ها الإمام الحسين يريدك الزف القاسم وياه هذا ما هو قابل نسواي زفو ايه عريس حنو نسواي هذا ما هو قابل نسواي زفو ايه عريس مبارك بعرس اليوم يا حسن يا مسمو مبارك بعرس اليوم يا حسن يا إيه عريس حنو نسواي عريس حنونا مبارك بعرس اليوم يا حسن يا مبارك بعرس اليوم يا حسن يا عريس حنونة نسوة عريس حنونة مخضب الدموم وانفجعت سكينة مخضب الدموم وانفجعت سكينة ايه عريس بالمجتبى ناده والواجد بفاده بالمجتبى ناده والواجد بفاده ايه عريس حلو نسوان ايه عريس حلو بالمجتبى ناده والواجد بفاده يا سيد الساده ابنك يزوجو يا سيد الساده ابنك يزوجو اخر مره عريس حنو نسوايب ايه عريس حنو نسوى فضجت الحرم والاطفال الكل ينادي وقاسما ايوه شبابا انا منادين وحسينا فلما حانت ساعة الوداع والفراق نادى الحسين سلام الله عليه يا بنات علي وفاطم هل ممنا وتودعنا من الشباب خرجنا المخدرات من الهاشميات والفاطميات أحطنا بالشباب هذه تقبله هذه تشمه وتلك تضمه والكل ينادي في أمان الله أخذ اللواء توجه نحو الميدان حمل على القوم وهو يقول إن تنكروني فأنا شبل الحسن
نجل النبي المصطفى والمؤتمن. هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزون. قاتلهم قتال الأبطال قتل منهم مقتلة عظيمة. آجركم الله وبينما هو يقاتل إذ انقطع شسع نعله اليسرى. أيوة قاسما وقف ليشدها ويصلحها. قال عمر بن سعد بن نفيل الأزدي والله لأشدن عليه وأثكلن به أمه. آجركم الله شيع محبين فحمل اللعين على الشباب شاهرا سيفا يا الله فاتحا باعه وضرب الشباب على أم راسه. أي رحم الله من نادى يا وشباب وقاسما صحوة نادي وحسينا. وقع لوجهي على الأرض مناديا عماه يا حسين عليك من السلام أدركني أبا عبد الله. جاء الحسين مسرعا وإذا بالقاسم يفحص الأرض بيديه ورجليه. هذا الموقف آثر في قلب الحسين آلم قلب الحسين أصابه بالألم والحزن فأخذ يقول يعز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا يعينك أو يعينك فلا يغني عنك بعدا لقوم قتلوك ومن خصمهم يوم القيامة جدك وأبوك. هذا يوم والله كثر واتره وقل ناصره. نزل الحسين إلى الشباب وضع صدره على صدر الشباب واحتمله إلى المخيم. ظل حسين على الجاسم محنة يا عم موتتك زادت محنة يا شال حسين وبدمه محنة شلون حال ام الغريب شلون حال ام هيا يا الغريبة. كلمة الدعاء وأسألك الدعاء. جاء به الحسين إلى الخيمة سمع النساء بالخبر فخرجنا مسرعات إلى الشباب النساء المخدرات هاشميات فاطميات ومعهن أمه رملة رضوان الله عليها. رمينا بأنفسهن على الشباب على القاسم وأمه رملة تنادي بأعلى صوتها سعد وولده أيوة قاسم. خضبت شعرها بدم ولدها القاسم ثم جعلت تحدث القاسم تخاطبه تطالبه بحقوق الأم وتتذكر أيام وليالي طفولة القاسم. لسان حالها أنا ردت يا 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 يا
لك مارد الدنيا ولا مال ولا ما يا الخابة تظنوني ولا مال ولا ما يا جاسم خابة تظنوني ولا مال ولا ما يا شاقول عليك يا ابني شاقول عليك يا ابني دول ابني زماني بيك يا سلوى يا سلوى يا شلون انساك وانسى ايامك الحلوة شلون انساك وانسى ايامك هياك الحلوة بيجا وناداه يا جاسم اشبيلي ايه ويا الحسين بيجا وناداه يا جاسم اشبيلي يا ريت السيف قابلك حزوري هاني لكم تخلوني وحيد يا عمي على خيم على المخيم الخيل تفتح حاط عسين صدر بصدر جسة شباك فوق وشال اليم الخيام جاب ومدده ما بنخو حافظ حافظ جاب ومدده ما بنخو بجاعلهم يا ولي بجاعلهم يا ولي وهم بس من سمعان النسوان جات سكلة تصيح الله شبابون ما رأى عرسا ولكن تخضب كفه بدم الوريد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيبه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 بفاطمة وأبي وبعلها
وبحق السر المستودع فرج عنا يا الله، اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، اللهم واقضي حاجة كل محتاج، اقضي دين كل مدين، شافي كل مريض، لا سيما المنظورين بحق مريض كربلاء الإمام زين العابدين وسيد الساجدين، اللهم وأشبع كل جائع، آوي كل طريد، فك كل أسير، اللهم ولا تمتنا حتى ترضى عنا، وفقنا لمراضيك، جنبنا معاصيك، اللهم وعجل لوليك الفرج، واجعلنا من أنصاره ومحبيه والمستشهدين بين يديه، اللهم واكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره، اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره، وعجل لنا وعجل لنا ظهوره، إنهم يرونه بعيدا ونراه، ربنا هب لنا رأفة ورحمة ودعاءه وخيرا، اللهم وحي به عبادك وعمر به بلادك إلى موتانا وموتاكم وموت المؤمنين لا سيما موت المؤسسين، رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة تسبقها صلوات.